يتقدم معالي وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح باسم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بجزيل الشكر وعظيم الامتنان لمجموعة البنك الدولي والرئيسة السيدة كريستالينا جورجيفا على المبادرة الكريمة بمنح سموه رعاه الله التقدير الاستثنائي، اعترافا بالدور الريادي والمثالي لسموه حفظه الله في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة العربية والشرق الأوسط على مستوى العالم. وأن هذا التكريم من مجموعة البنك الدولي لسموه رعاه الله يؤكد على المكانة التي يحظى بها سموه ودولة الكويت لدى المجتمع الدولي على الجهود المميزة والدؤوبة في تبني ودعم القضايا الإنسانية على مستوى المنطقة والعالم، وتقديرا لسلسلة المبادرات الإنسانية التي تبناها سموه لتخفيف معاناة المتضررين في المنطقة وتحسين معيشتهم. وفي هذا الصدد فإن معاليه يعبر باسم سموه حفظه الله ورعاه عن وافر التقدير لمجموعة البنك الدولي على هذه المبادرة الكريمة وغير المسبوقة، ويتطلع لزيارة نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا السيد فريد بلحاج إلى دولة الكويت خلال الشهر الحالي لتقديم شهادة التقدير لسموه حفظه الله ورعاه.